السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعين الكرام باليمن والمسرات. انتظروا تغطيتنا لحراج البل في سوق حفر الباب اليوم الأحد 19 صفر 1443. نسأل الله التوفيق للجميع. انتظروا التغطية بعد قليل بمشيئة الله، إن شاء الله أن تغطيتنا تحوز على رضاكم. تم البيع على 1100. أربعة آلاف ومية يا أبو وليد بيع. قعودة. قعودة. صلى رب الشارع عوض البائع. شكرا لك يا أبو. ألفين. ولدها موجود هنا. ألفين وسبعة. وش في زيد يا ولي؟ كبر بس. ألفين وسبعمية. بكرة الشقة. البكرة الشقة. ألفين وميتين. هذا ولد الخفوت اللي قبل شوي. أبو وليد كم عمر هذه تقريبا البكر؟ كم عمرها؟ ها؟ ما شاء الله فيها القصر الطيب. 350 ما شاء الله عليها. 350 حرج واحد، حرج اثنين، حرج ثلاثة، حرج أربعة، حرج خمسة. عيونها فيها بياض. حرج واحد، حرج أربعة، حرج خمسة. يا حسن شريت ب500 صافي إن شاء الله. طلع لي شجع أبو سعود. 3602. صلى الله الشارع والله. هذا ما نبيعه الحال عقب نرجع عليه اثنين. 400 ريال. حراج واحد، حراج اثنين، حراج ثلاثة، حراج أربعة. 4,700. حركة ولد. حراج واحد، حراج اثنين، خاطر وليد ما خاطر احد اللي شاف. 2003 قضيته سمعته. حراج واحد، حراج اثنين، حراج ثلاثة، حراج أربعة. 2003 يا ولد. الحين حرجين 400 خاطر.
4200 اصفر. 4200 الله يربح الشارع والله الباين. وعود اصفر وصل 5000. كم بيع يا وليد؟ 5200 اصفر التبيت. 4850 اصفر التبيت. يا حبيبنا 900 4900 5000 ريال وصل 5000 الاصفر التبيت 5000 القحم على جميع الشهر. سوم ب 4103 الاصفر حدن ب 4300 سوم الواحد ب 4100 العدد ثلاث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساكم متابعيني. انهينا لكم التغطيه في حرج البلسوق حفر الباطن الاحد 19/0/1443 الموافق 26/9/2021، وإن شاء الله تغطيتنا تحوز على إعجابكم وتحوز على رضاكم. واللي يسأل عن الحراج متى، حراج البل بعد صلاة العصر مباشر وعلى مدار الأسبوع، وأكثر جلب اللي هو يوم الجمعة والسبت، وأكثر مرتادة للسوق، يعني أكثر جلب مداني وقصب. ولا السوق شغال على مدار الأسبوع بعد صلاة العصر مباشرة. نسأل الله التوفيق للجميع، وإن شاء الله أن تغطيتنا تنول إعجابكم، ولا تنسونا من الدعم ونشر الحساب على المضافين عندكم لتعم الفائدة للجميع، لتعم الفائدة للجميع، للي يعرف عن الحلال واللي ما يعرف عن الحلال واللي بيتعلم البيع والمشترى. نسأل الله التوفيق للجميع، ونقول عسى الله يربح الشاري ويعوض على البايع ويطرح البركة للجميع. وهذا اللي قدرنا نغطيه لكم اليوم، وأكثر تغطيتنا كان على الحشو والقصب. نسأل الله التوفيق للجميع، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودعواتكم في أمان الله.